فضيلة الشيخ، حديث الصحابي الذي حضر جنازة 70,000 ملك عندما دفنه الرسول وقال: لقد ضم ضمة لو سلم منها أحد ما سلم منها، هل هذا حاصل جميع البشر يعني؟ أما كونه حضر 70,000 ملك فهذا لا أعرف، أما كونها ضمت ضمة فهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، هو سيد الأوس ومعروف قصته مع بني قريظة الذين كانوا خلفاءه حين غدروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فغزاهم وحاصرهم أكثر من 20 ليلة، فلما تعبوا من الحصار سألوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان سعد رضي الله عنه في خيمة له في المسجد لأنه أصيبت أكحله في يوم الأحزاب، فبنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قبة، يعني خيمة في المسجد ليزوره عن قرب. وكان رضي الله عنه لما سمع بأن بني قريظة وهم حلفاؤه نقضوا العهد قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بهم، يعني بأن يؤخذوا. لما طلبوا أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: إن حلفاءك أرادوا أن ينزلوا على حكمك، يعني أخبره بذلك أنهم طلبوا أن ينزلوا على حكمه. فجاء رضي الله عنه من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان بني قريظة على حمار، راكبا على حمار، فلما أقبل قال: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه ونزل، ثم اجتمع رؤساء اليهود بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. وكان اليهود ينتظرون أن يحكم سعد فيهم بما حكم به عبد الله بن أبي في بني النضير، لكن فرق بين عبد الله بن أبي رأس المنافقين وبين سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما حضروا قال: حكمي نافذ عليكم، يشير لليهود. قالوا: نعم. قالوا: على من هنا؟ ولا قال على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه، ما قال حكمي نافذ على الرسول، وعلى من هنا؟ قالوا: نعم. فقال: أأحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم نفذ حكمه فقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية. وبعد ذلك انبعث الدم من جرح سعد بن معاذ ومات رضي الله عنه، يعني بقي، استجاب الله دعوته، أقر الله عينه ببني قريظة حتى صار حكمهم بيده. ولما حكم وانتهت قضيتهم انبعث الدم فمات رضي الله عنه. ويذكر أن عرش الرب جل وعلا اهتز لموته، الله أكبر. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه. نعم. السلام عليكم. نعم. فضيلة اي نعم، اما الضمة فقد ورد ان القبر ضمة، ولكن فيما اذكر ان هذا الحديث فيه ضعف، لان الاحاديث الصحيحة تدل على ان الرجل اذا سأله الملكان واجاب بالصواب فسأله في قبره.
فإن صح الحديث فالمعنى أنه أول ما يدخل يضم ثم ينطلق. وقد ذكر أنه أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الرحيمة لولدها، يعني ما هو ضمن يؤلم أو يؤذي. نعم، نسأل الله يجعلنا لكم من السعداء.